بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي طلاب شركة آفاق التعليمية، ومع درس جديد من دروس مقرر توحيد واحد التعليم الثانوي، ولا زلنا في الوحدة الأولى ومع الفصل الثاني التعريف بأهل السنة والجماعة، ومع الدرس الخامس منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة. كيف تلقى أهل السنة والجماعة عقيدتهم، ومن أين أخذوا هذه العقيدة؟ نحن أخذنا مصادرها، مصادر العقيدة الإسلامية، ولكن ما هو الأسلوب أو الطريقة التي تلقى بها أهل السنة هذه العقيدة؟ يعني ما هي طريقتهم، أو نقول كيف تلقوا الحال التي تلقوا بها هذه العقيدة؟ هل عارضوها؟ هل شكوا فيها؟ هل يعني رفضوها؟ سنأتي إن شاء الله ونبين في هذا الدرس اليوم منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة. طبعا أهل السنة والجماعة كما قلنا، لأنهم يعتقدون أن المعتقد الصحيح الذي فيه النجاة يوم القيامة هو معتقد الصحابة، فلهذا وأيضا هم يعتقدون ويأخذون عقيدتهم من مصادر موثوقة وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلهذا هم تلقوا هذه العقيدة بالتسليم التام. أولا التسليم التام والانقياد الكامل لكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولم يدخلوا عقولهم ولم ينكروها ولم يتلكأوا أو يترددوا، وإنما سلموا التسليم التام كما قال الله عز وجل عنهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يوجد أي حرج، ولا يوجد أي ضيق، ولا يوجد أي يعني تعنت أو تعصب أو رفض أو حتى كراهية، بل تسليم تام. وكما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في لهم خيرة، ما يختارون شيء، إذا اختار الله شيئا خلاص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني ليس لنا خيار، إذا قال الله وقال رسوله خلاص سمعنا وأطعنا. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا انظر الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الخيار له سبحانه وتعالى، ولا خيرة للمسلم إذا اختار الله سبحانه وتعالى أمرا. إذن ليس لك خيار إذا اختار الله عز وجل، فلا تعارضه، بل سلم التسليم التام وانقد الانقياد الكامل لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول، التسليم التام والانقياد الكامل. الثاني الاحتجاج بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب التسليم بكل ما صح والاحتجاج بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان متواترا أو أحادا. يعني سواء كان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وهو ما رواه عشرة فأكثر في كل طبقة، يعني ما رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع، أو كان أحادا بحيث أنه يكون في طبقة من الطبقات ثلاثة رواه أو أقل من ثلاثة، فنحن إذا صح الحديث سواء كان متواتر أو كان آحاد فنحن نحتج به في العقائد وفي الأخلاق وفي كذلك أيضا العبادات وغيرها. الثالث أن النصوص اللي هي نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الكتاب والسنة لا يعارض العقل الصحيح، العقل السليم الصحيح المبني على عدم التعصب وعدم الهوى لا يمكن أن يتعارض مع العقل، مع النقل، مع الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الاثنين. والمراد بالعقل السليم ما كان سالماً من الانحرافات والشبهات، ليس كل عقل يعني نقول عليه أنه موافق مع الشرع، لا، العقل السليم الذي هو يعني عقل ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات وليس فيه انحرافات، فهذا لا يمكن أن يتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ألف
الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا جامعا سماه درء تعارض العقل والنقل. درء يعني أنه ندرة ولا يمكن أن يقع تعارض العقل وإيش والنقل. وإن كان هناك تعارض في الظاهر، يعني أحيانا بعض الناس يظن أن هناك تعارض بين الكتاب والسنة في الظاهر، فهذا يرجع إلى أمور وإلى أسباب. هذه الأسباب ثلاثة أسباب. الأول، إما أن يكون النص الشرعي ثابت صحيح والعقل تتنوع مفاهيمه وتتغير. إذن النص ثابت صحيح والعقل تتنوع مفاهيمه وتتغير. الثاني، أن النص الشرعي معصوم ومحفوظ والعقل ليس كذلك. الثالث، أن النص الشرعي من عند الله الذي أحاط بكل شيء علما، وبذلك ثبت للنص الكمال. وإذا تعارض كما قلنا، إذا كان ما في ظاهره التعارض ننظر إلى النص، فإذا النص ثابت فنقدم النص ولا نرجع ولا نلتفت العقل. لماذا؟ لأن النص الشرعي هو كما قلنا من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا العقل قد تتنوع مفاهيمه وتتغير، وكذلك أيضا النص معصوم ومحفوظ والعقل ليس كذلك، العقل كما قلنا قد يزيغ وقد يضل، وأن النص الشرعي من عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان تعارض قد يكون أحيانا في الفهم، التعارض يكون أحيانا في الفهم وليس في حقيقة الأمر، فلا تعارض بين النص وبين العقل السليم. طيب، إذا كان النص طبعا ثابت والنقل صحيح فلا يمكن أن يتعارض، لكن لو أن هناك تعارض فننظر أولا هل النقل صحيح وهل العقل هذا سليم. فالذي يحكم على هذه الأمور بحسب الثبوت وحسب كذلك أيضا صحة العقل. هذا بالنسبة للثاني أو الثالث، النصوص الكتاب والسنة لا تعارض العقل السليم. الرابع، أن الصحابة أعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيدة، ولذا فتفاسيرهم للنصوص الشرعية حجة. يعني أيضا نعتقد أن الصحابة هم أفهم الناس للكتاب والسنة، فلهذا نحن نأخذ بإيش؟ نأخذ بتفسيراتهم ونأخذ بأقوالهم، وهم الأولى. لماذا؟ لأنهم عاشوا فترة النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم كانوا أفهم الناس بالتنزيل، وأفهم الناس أيضا باللغة العربية لأنهم كانوا عرب ولم تختلط لغتهم بلغة الآخرين. فنأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الناس بالعقيدة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس، الاتباع وترك الابتداع. الاتباع وترك الابتداع، وهذا منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، أنهم يتبعون ولا يبتدعون، فإن الابتداع من أعظم أبواب الضلال والفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. انظر هنا يحذر من المحدثات، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا ما كان في هذا الدرس، درسنا اليوم، وهو منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة، وهو يتلخص في هذه الأمور، اللي أولا التسليم التام والانقياد الكامل لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، الاحتجاج بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث، أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض بينها وبين الأدلة العقلية. والرابع، أن الصحابة أعلم الناس بالعقيدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ عنهم. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.